بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان أخرج من الحبس نفسي. ساعات الواحد بيبقى حاسس أنه محبوس جواه، مخنوق، متضايق، في حاجات هو عارفها نظرا، بيقولوا ربنا بيحبه، بيقولوا الروح القدس فيه، بيقولوا الحياة الأبدية مستنياه، بيقولوا المسيح قام، بس هو في حتة تاني، هو متضايق، هو محبوس، تعبان، عنده هم ومشاكل وأفكار ومشاعر وتلخبط. فتعالوا ننزل برضو للواقع شوي، وإن كان اللي فات مش ما هوش مجازي، هو حقيقي وهو العلاج، إنك تركز على اللي عندك مش اللي مش عندك. أنت عندك كتير بس مش دريان، لكن خلينا نتعامل مع الأزمات النفسية اللي بتخلي الواحد أحياناً حاسس أنه محبوس جوه نفسه. مزمور ده جميل، بنصليه في صلاة النوم، ياريت تصلوه بالذات اللي مخنوقين نفسياً. هقرأ بسرعة وبعدين نركز على كم نقطة كده. بصوتي للرب صرخت، بصوتي للرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي. في الطريق التي أسلك أخف لي فخا، تأملت عن اليمين وأبسط، لم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني، وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي، bring my soul out of prison، لكي أشكر اسمك يا رب، إياي ينتظر الصديقون حتى تجازيني. هللويا. في سجون كتير يا جماعة في الزمن ده. من السجون المنتشرة دلوقتي السجن النفسي بتاع الكآبة أو التجارب. وعلى فكرة داود النبي بالذات له مزامير كتير قوي عن التعب النفسي، عن الضغط النفسي، فكان المزامير مريحة فعلا. في أكتر من مزمور لو درسته هتحس أنه كأنه بيعبر عن مشاعرك بالظبط. مثلا في 42 وفي 43 يقول لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ لماذا تأنين في؟ ترجي الله لأني بعد أحمده لأجل خلاص وجهه. مرة تاني يقول الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. يعني من كتر الشر ومن كتر الظلم ساعات الواحد يكتئب لأنه مش ملحق على الغلط، مش قادر يقف قدام الشر ده كله، أو متضايق من نفسه، يبقى هو بيئن جوه نفسه. ربنا يسوع له المجد عدت عليه الكآبة. الأسبوع اللي فات وإحنا بنحتفل خميس العهد، ليلة الجمعة الكبيرة، كلنا عايشين مع المسيح جسيماني. جسيماني دي كانت أصعب لحظات على المسيح، لأنه في ضغط نفسي فظيع، لأنه داخل على ذل ومهانة وعري، وهيشيل خطايا العالم كله وبهدلة وظلم من ناس المفروض خدمهم وبيحبهم. فيعني قال نفسي حزينة جدا. وساعتها بقى يصلي يقول له إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، لكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. في المراسي بقى، مراسي ثلاثة دي اللي بنقراها يوم الجمعة الكبيرة الساعة 12 وقت الدفن، فيقول أرمية وكأنه بينقل لنا مشاعر المسيح. لأن في واحد يقول لك إيه علاقة أرمية بالمسيح دلوقتي؟ أرمية كان مقهور، كان موجوع نفسيا وهو شايف الهيكل بيتحرق، كان كل مشاعر الذل جواه. فكأن الكنيسة لقت إن اللي قاله أرمية قريب للوجع اللي فيه ربنا يسوع. فقال له، بيقول له ربنا أسكنني في ظلمات كموت القدم، سيج علي فلا أستطيع الخروج، ثقل سلسلتي. وربنا ما سجنش أرمية، بس أرمية كان حاسس أنه مسجون وسلسلته تقيلة كمان.
حين أصرخ وأستغيث يصد صلاتي. سيج طرقي بحجارة منحوتة قلب سبلي. يبقى أول سجن بيقابلنا يا جماعة، بتيجي فترات في حياة الناس وبالذات الناس الحساسة واللي عندها مشاعر حلوة. خلي بالكم في دراسات بتقول إن الاكتئاب بيصيب أطيب ناس وأرقى ناس في المشاعر. سوري، يعني اللي ما بيجيلوش اكتئاب خالص ده، خليني في اللي بيجيله اكتئاب. اللي بيجيله اكتئاب شخص حساس بطبيعته، فبيجيله تعب نفسي لأنه بيحب الصح وبيحب الخير وبيحب الحب، فلما بيتكسر كسرته صعبة، بدليل أن المسيح له المجد قيل عنه اكتئب وكان يدهش، يعني بيبكي بحرقة من كتر الاكتئاب. وطبعا قديسين كتار عد عليهم الحكاية دي. ده أول نوع من السجن بيقابلنا، بس مش النوع الوحيد. احنا موضوعنا خرج من الحبس نفسي في سجن الإدمان بقى، وكلها سجون يعني مفتحة على بعض. أول سجن حاليا عالمي سجن السوشيال ميديا. في شباب كتير اللي بيقضي أكتر من 3 ساعات مع السوشيال ميديا دخل السجن. راقبوا نفسكم واحسبوا الوقت على الكمبيوتر وعلى الموبايل. اللي بيقضي أكتر من 2-3 ساعات دخل سجن برجليه. وولادنا اللي بيقعدوا قدام الجيمز أو بال5-6 ساعات احنا سبناهم يدخلوا السجن. سجن الشغل، في بعض الناس بتبقى محبوسة في شغلها، ما عندهاش نفس تعمل حاجة تاني، تفكرش في حاجة تاني، لا شايفة عيال ولا شايفة ربنا ولا شايفة، خلاص شغل شغل شغل. ما هو ده سجن برضه. في سجن الدراجز طبعا ده مفهوم، والألكول. هنا نفتكر الآية اللي قالها القديس بولس: أنتوا ادعيتوا للحرية، ربنا دفع الثمن عشان تبقوا أحرار، ليه سجنين روحكم؟ ليه دخلتوا السجن برجليكم؟ لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. مش معنى أنك حر أنك تروح برجليك للشيطان وتزل روحك. بالمحبة خدمه، كأن الخدمة علاج للأزمة دي. سجن ثالث يا أحبائي سجن الكراهية والحقد. وفعلا أنا أقول لكم كأب اعتراف على قد يعني، اللي واقعين في كراهية دول مسجونين. ربنا يحمينا من الشيطان ده. لما واحد يبقى متغاظ من حد وبيغل جواه وبيصحى وينام عاوز ينتقم، ده مسجون ومعذب طول الوقت لأنه مخنوق من جواه بسبب أنه بيكره إنسان. شاول الملك مثلا تفتكروا، هو سجن روحه، ده راجل ملك ومحدش يقدر يجي جنبه وعنده العز كله، بس نفسيته وحشة جدا بسبب أنه حاطط داود في دماغه، بيكره داود وعايش طول عمره عاوز يخلص من داود. عيسو مثلا لما كره يعقوب، صحيح يعقوب غشه في مرة بس ما كانش عارف يطلع من السجن ده. الكتب والفريسيين في كراهيتهم للمسيح، دول عاملين نفسهم متدينين، دول كمية كره للمسيح مالية قلبهم مخليهم مسجونين. تعبير جميل قاله القديس بولس في آخر رسالة ليه، قال يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم. بصوا ده سنير of the devil. اقتنسهم يعني وقعوا في الفخ، دخلهم المصيدة. مشاعر الكراهية بيبقى الشيطان جاب واحد كده وحبسه وقفل عليه وبيتسل عليه بقى، اقعد اكره في الناس كده لا هتعرف تنام ولا هتعرف تعيش لغاية ما تروح النار تيجي معايا على النار. اقتنسهم. Been taken captive by him to do his will. فتلاقي المخ طول الوقت بيتآمر وعاوز ينتقم وعاوز يعمل حاجات وحشة. سجن. لو الواحد عارف يسامح هيطلع من السجن. سجن كمان سجن الرياء. في سجن مشهور اللي عايش في تمثيلية عاوز كل الناس تمدحه وتمجده، تقول عليه متدين، تقول عليه غني، تقول عليه مهم. ففي ناس محبوسة في تمثيلية كده، المراية بقى، عاوزين قدام الناس يظهروا بمظهر معين. دول حابسين روحهم،
be yourself, enjoy, خليك طفل. ليه عامل في نفسك كده؟ ليه واخد صورة مش بتاعتك؟ انت مضيقها على نفسك ليه؟ هنا مثلا واحد زي سيمون الساحر ده كذاب، ده كان عاوز يوصل يبقى واخد رتبة رسولية أو كهنوتية. هنا القديس بطرس وجهه وقال له أنا شايفك poisoned by bitterness. You are poisoning yourself بالأفكار دي. ورباط الظلم bound by iniquity. أنت مربوط من جواك بسبب أنك أنت عاوز يقولوا عليك قديس أو يقالوا عليك مهم. فالرياء بيحبس الإنسان ويحرمه من السلام. نفس المنظر قاله المسيح للكتب والفريسين، قال لهم أنتوا عاملين زي القبر اللي من بره رخام ومن جوه ريحة وحشة وعظام أموات وكل النجاسة. دي سجن تاني اسمه سجن الخوف. أنا بتكلم عن في ناس كتيرة معانا وإحنا فينا حتة، بينما المسيح بيقدم حياة أفضل، بيقدم وعد مضمون من السماء، وبيدينا حرية مجد أولاد الله، بيدينا فرح الروح القدس. إحنا واقعياً وعين في حتة تانية، اكتئاب، كراهية، خوف، إدمانات. سجن الخوف ده برضو منتشر جدا. في ناس عايشة مرعوبة من حاجة، مرعوبة من شخص، مرعوبة من غلطة في الماضي، خايفة حد يعرفها، مرعوبة من رأي الناس هيقولوا علينا إيه. في ناس بتخاف من المرض بشكل مرضي يخليهم زي العيانين من غير مرض. في ناس بتخاف من الموت ومش عارفة تعيش يومها بسبب خوفها من الموت. في ناس خايفة من الفشل. سجن آخر، كل دي سجون لو فكرتوا فيها، لكن مش هطول في شرح السجن، إنما خلينا نقول مع داود أخرج من الحبس نفسي. مزمور تاني بيقول له أنصت إلى طلبتي لأني قد تزللت جدا. I brought very low. يعني السجن ده رب زلني قوي. المشاعر دي سوتني بالأرض. أنا I brought very low. صعبت علي نفسي. ليه أوصل لكده يعني؟ نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. استغربوا يمكن لما تعرفوا أن القديس بولس رغم شخصيته القوية وإنجازاته الكثيرة، وأنه كان بيشوف المسيح بعينيه وملوش غرض في الدنيا وقلبه بيحب الناس كلها، أنه وقع فترة في سجن يأس أو سجن ديبرشن، لأنه قال كلام ما يتفهمش غير كده. فبيقول أنا مش عاوزكم ما تعرفوش أننا we were burdened beyond measure above strength, we despaired even of life. كنا مثقلين، مهمومين، شايلين حمل تقيل قوي لدرجة نفسنا النفس يطلع بقى. ده واحد مكتئب أو ده واحد مخنوق، ده واحد بيتمنى الموت. شوفوا لما القديس بولس من كتر الضغط النفسي بيعدي عليه كده. يبقى هذا الذل اللي بيجيلنا في وقت مش غريب حتى عن القديسين. فمزمور تاني يقول له انزع عني العار والخزي. يعني انا حاسس مكسوف، ليه اوصل لكده؟ الناس مش شايفه اللي انا شايفاه في نفسي، ناس فاكريننا كويسين يعني. تعبير تاني احبائي، ارجع لمزمور تاني يقول ايه؟ اشفيني يا رب لان عظامي رجفت، نفسي انزعجت جدا. My soul also is greatly troubled. ده الانكزايتي، ده typical anxiety. يعني ده سجن من القلق لما يقول له نفسي مضطربة جدا. طب ده انت بتاع ربنا، ده انت داود. معلش، في لحظات ضعف بيبقى فيها الواحد مهدود تماما. ارجع لمزمور تاني كنا ابتدينا بيه، قال صارت لي دموعي خبز نهارا وليلا. بعض الناس بتعرف تعبر عن سجنها بالدموع، وعلى فكرة الدموع هنا نعمة، أحيانا تريح الإنسان. اللي يعرف يبكي أحيانا يرتاح وأحيانا لا. لكن مع داود هنا بيقول له أنا دموعي بقت أكل وشرب، أنا ما عنديش غير كده، مش فاضل لي غير كده. لكن اللي تعبني الصوت اللي بيقول لي فين ربنا، ليه سايبك كده؟
ليه كئيب كده؟ ليه خايف كده؟ ليه مش عارف تغلب مشاعرك؟ ليه مغلوب من الكراهية والحقد والرياء فبيقول هذه أذكرها فأسكب نفسي علي. يعني كل ما أفكر يصعب علي. I pour out my soul within me. بعدين لماذا أنت منحني يا نفسي؟ لماذا تأنين في؟ ارتج الله. يعني عشمي في ربنا. Hope in God. لأجل خلاص وجهه. مزمور تاني أغلبكم حافظه، يقول له يا رب ليه كتروا اللي بيزعلوني؟ ليه كتار بيقولوا لي مالكش حل، مفيش فايدة، هتفضل كده بقية عمرك. هنا بقى في قاعدة حطها برضو المزمور، يا ريتكم تفتكروها كتير. يقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. الغريب والعجيب ان ربنا بيدخل جوه السجن مش بيفتحه من بره. يعني فاكرين لما الابواب كانت مقفله والتلاميذ قاعدين في رعب، لقوا المسيح في النص، ما فتحش الباب. فساعات ربنا ما يغيرش الظروف من بره، بس يعمل حاجه تانية، يدخل قلبك ويروقك، يدوقك طعم السماء، يطبطب عليك، يفرحك بحاجه روحيه او بمعنى او بايه او بصلوه، وتقول الله طب ما انا لسه جوه السجن مش مهم، بس السجن بقى حلو. فبيقول عند كثره همومي في داخلي your comfort delight my soul. اذا هو ما اتحلتش المشكله من بره، بس في kind of comfort جه من جوه كده. دي بساعات نسميها زياره نعمه. يعني ربنا يدخل على شخص كده يفوقه حتى لو الظروف ما اختلفتش، الأسباب ما راحتش، لكن عاوز يقول له أنا معك على فكرة. زي ما قال لي يونان، أنا معك جوه الحوت، مش هنطلع من أول يوم بس هنطلع سوا، هتقوم بس أنا مش هسيبك وانت جوه الحوت. فعشان كده يونان من جوه الحوت قال له أعود وأنظر هيكلك، شكلك هتطلعني في الآخر. يبقى في تعزيات بتيجي في المالتيتيود أوف أنكزايتيز، يعني لما تكتر قوي الضغوط النفسية توقع لمسة إلهية. لما تكتر قوي الضغوط النفسية توقع لمسة إلهية. عشان كده في مراسي ثلاثة تلاحظوا اللي خد باله وإحنا بنصلي في الجمعة الكبيرة، النغمة جميلة قوي وحزينة قوي وكلها شكوى كلها وجع، لكن في نص الكلام تلاقي طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلبه. جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرجل أن يحمل النير في صباه. يعني ترجى ربنا، افضل waiting just wait، هيجي ربنا وهيطبطب مش زي ما أنت فاكر. يعني ساعات السجون دي بتخلي الواحد يتولد جواه رغبة للانطلاق. يعني إيه؟ يطير بقى. الرغبة دي يا ترى سليمة ولا مش سليمة؟ قد تكون بذرة التعلق بالسماء. بداية التعلق بالسماء ممكن تكون جات نتيجة ضغط نفسي، depression شديد، خوف شديد، يعني إحباطات كتيرة. عشان كده يقولوا أخرج من الحبس نفسي، ساعات بيقولوها على كفاية كده يا رب، طلع روحي من جسدي. يعني إيه؟ تطلق عبدك بسلام بقى، كفاية كده، لأنه أنا تعبت من الدنيا دي. يعني تستغربوا أنه في الخارجة بنصلي مزمور غريب قوي. قعدت سنين مش فاهم هو الكنيسة سابت كل المزامير وبتبارك للمرحوم على إيه؟ مش فاهم. يعني باركي يا نفس الرب، ده بيتقال في الخارجة. بيتقال ليه؟ عشان النفس خرجت من الجسد، فهي دلوقتي فرحانة، على عكس الناس اللي جاية تعزي تعبانة يعني زعلان، لكن النفس نفسها انطلقت. فالمزمور بيقول لها يلا باركي ربنا، شال كل الذنوب، شفى كل الأمراض، فدى من الحفرة، يعني حود مصيرك بدل الجحيم على الفردوس، يكللك بالرحمة والرأفة. فكأن الانطلاق ده له طعم وله بهجة
رغم أن الموقف ساعات يبان أنه محزن. رحلة الخروج من الحبس، إزاي الواحد يطلع من حالة حبس داخلي، إن كانت إدمانات، مخاوف، كراهية أو حقد أو شهوة صعبة أو كآبة. بصوا يا جماعة، أرجوكم افهموا وتعلموا الدرس ده، وربنا كمان اتعلمه. لما تضغط قوي لازم تصلي، ولو تفضل تترفص وتعمل أي حاجة تاني هتفضل جوه السجن لغاية ما تصلي. فمن الأول صلي عشان ما تطولش على نفسك يعني. لأن في واحد يمسك الموبايل ويبعت للدنيا كلها، في واحد يقعد يرزع، في واحد يتفرج على أي حاجة عشان يروق دماغه ما بتروقش، في واحد يشرب خمر، مش هتخلص، مش هتيجي كده، هي مش هتطلع منها غير لما تصلي وتصلي كويس. وكل ده عشان تصلي، لأن الصلاة هي اللي بتبدلك، بتغيرك، بتعالجك، بتشفيك، هي اللي فيها فعلا العلاج. فإذا لما تحس بضغوط ملهاش حل، ويمكن تيجي تحكي تتكسف لأن اللي حواليك مش هيقدروا اللي انت بتحكيه، ملهاش حل غير انك تصلي. ولما تصلي كويس قوي، الروح القدس اسمه الروح المعزي، الروح القدس ده جوان على فكرة، بس مطفي، مطفي بسبب المشغولية والجزدانية والمشاعر الملخبطة والاهتمامات الكتيرة الفارغة. فالروح القدس زي شعلة مدفونة جوه القلب كده، لما تضغط قوي وتصلي بحرارة الروح القدس يشعلل بقى. الروح القدس ده سر التعزية، ده روح الفرح، فتتملي بروح ربنا، فتلاقي نفسك بتقول بالظبط اللي قاله بولس، اللي هو شعار المؤتمر، كحزانة ونحن دائما فرحون. ازاي يعني؟ قال اللي يشوفنا يقول دول ناس اكيد مكتئبين، كل الضغوط عليهم من كل ناحيه، يقول لك لا ده احنا فرحانين. ليه؟ لان دول بيعرفوا يصلوا. كمان رحله الخروج من السجن بيحصل فيها حاجه كده، ربنا سوري في التعبير اللي هقوله، لازم يكفرك بنفسك، لازم تكفر بنفسك. يعني ايه؟ طول ما انت بتقاوح، عاوز تعالج روحك، عاوز تطلع من السجن، عاوز تثبت نفسك، عاوز تقول انا جدع، مفيش فايدة. لازم تقف قدام ربنا تقول له مفيهاش نفس، I can't do anything، ما عادش عندي قوة، انا فعلا طلعت ضعيف وعاجز، I can't help it، مش عارف اغلب دماغي ولا قلبي ولا الأديكشن اللي دخل حياتي ولا المشاعر الوحشة اللي تجاه الناس ولا شهوة بتتحكم فيا، مش عارف، مش قادر. لما بتوصل انك بتعترف بضعفك، بتبتدي حاجة غالية قوي تتولد في حياتك اسمها الاتكال، التسليم. يعني ايه؟ You do it، انت اللي عليك الدور، انا من عليش حاجة، مش هعرف اعمل حاجة. ودي كان ربنا عاوز يوصل كل ولاده ليها في كل العصور، عاوزنا نوصل لفكرة ايه؟ تقف كده حبيبي وتستنينا نشتغل، تعتبر نفسك العذر جوه القبر، لازم يجي لك امر اطلع، هو العذر هيطلبه منه حاجة؟ مش هينفع. فانت لازم تعتبر نفسك سوري قد انتن. فاكرين الكلمة دي؟ يعني ايه؟ No way، okay. There is no way for you. Now it's the time of God. لأن ما عادش ليك دور تقدر تعمله. يبقى ربنا لما بيضغط قوي كده بيبقى قاصد يدوقنا طعم حاجة غالية اسمها التسليم والاتكال. بيجي معاها دايما فكرة التواضع والوداعة. يعني إيه؟ أنا طلعت مش أحسن من حد، أنا طلعت أضعف من كل الناس، أنا اكتشفت إن أنا والتراب زي بعض، أنا فعلا يعني نقطة مية في بحر. فيبتدي الواحد كده إيه، يهدى كده ويفش ويعرف حجمه الطبيعي. كلنا فينا حتة كده يعني شايفين روحنا. السجن ده ساعات يفوق الواحد، يعرفه حجمه
يعرفوا قدره. كل اللي بيحصل ده بسماح من ربنا. ليه؟ لأنه بينظف، بيعالج، بيدي مكانة أعلى في العلاقة معها. يعني إيه؟ خلي بالكوا كل اللي عدوا على الأيام الصعبة دي صلواتهم بقت أقوى، بقى عندهم حاجة اسمها الدالة. الدالة يعني إيه؟ يعني صلاته غالية عند ربنا، أصله اتصلب، أصله حضر جسيماني، أصله تعلق على الصليب مع المسيح، أصله اتذل معاه، أصله شرب الكاس بتاعة المسيح، فبقى قريب للمسيح أوي. فالنوع ده بتبقى صلواته غالية قوي بعد كده. وأذكر مرة زرت مريضة كده بقالها سنين، ويعني مرض بهدلها، قالت لي أقول لك حاجة أبونا، بس قبل ما أمشي يعني مشيت، أنا مستغربة قوي صلاتي بقت قوية. أنا بعمل كل ما حد يقول لي صلي لي، تاني يوم يقول لي تصل خلصت المشكلة. هو يمكن فعلا بقى عندي دالة كده وشفاعة. ويا ست طيبة بتتكلم ببساطة، قلت لها طبعا اللي شاف اللي انت شفتيه واستحمل ده كله وما عندوش غير الصلاة والشكر، طبعا بقى له دالة. طلبة طلبار ايه؟ تقتدر كثيرا في فعلها. فبقت صلواتها قوية جدا. ليه؟ خلاص بقت مصلوبة مع ربنا وحاسة بيه، فعمالة تزداد نقاوة واستنار. إذا بصوا للليستة دي حبايبي، حتى السجن اللي في حياتنا اللي يبدو فيه قسوة وتعب، وساعات ربنا يتأخر إنه يفتحه وبتقول له اخرج من الحبس نفسي، مش راضي يطلعك من السجن أيا كان نوعه، خوف، قلق، كآبة، شهوة، خطية مسيطرة، أوكي، تأكد في الآخر إن في بركات مستنياك. لإلهنا كل مجد وكرامة.